تفضل يا عقبة. شكرا جميل بك، جيت بوقتك. شو بتحب تشرب؟ عفوا، ما في داعي تعذبوا حالكم، انا بصراحه كنت جاي لعند جنابك جميل بك مشان افهم شو وضعي. اذا بدك يعني اترك الشركه ف عيب. شو هالحكي الفاضي يا شوكت؟ بالعكس، انا بدي اياك تساعدني تنرجع. بصراحه يا جميل بك، ابن عمي شوكت للاسف راكب راسه كثير. بدك تساعدني شوكت تتلين له راسه؟ أنا جاهز بأمرك، بس عدم المؤاخذة منك، شو هي المشكلة؟ أحكي لك؟ للأسف ما قال لي شيء، بس قال لي إنه ترك الشركة. اسمع شوكت، أنا مرتاح لك كثير، مشان هيك بدي أحكي كلمتين معك، أرجو إنك ما تفهمهم غلط. ولو جميل بيك، تفضل. أنا رجال مريض، تعبان. زواج بنتي الأولاني هد حيلي، كلفني بلاوي تا قدرت اخلص منه. ما بدي ارجع اوقع بنفس المشكله. عفوا، عدم المؤاخذه منك جميل بيك، انت هيك عم تظلمه لجودت، مو لانه ابن عمي. بعرف، بس الشيطان شاطر يا صاحبي، ممكن باي لحظه يدخل بيناتنا ويخرب كل شيء، بس مشان هيك بدي اخلي كل شيء بايدي. باكد لك جميل بيك، ابن عمي جودت ما أنا من هالنوع أبدا. فهمين عليك شوكت، ما بس أنا مريض، بنتي فاتن كمان مريضة. شفت شو صار معك؟ هي شربت شوي، بس بتصور يعني بس تهدى أحوالها وتطمن ويرتاح بالها بتبطل تهدى. بنتي بين لحظة ولحظة ممكن جودت ما يعود بدها إياه. معقول جميل بيك؟ معقول. بنتي يا شوكت، بنتي وبعرفها منيح. بس هذا بالمؤاخذة، عندهم بنت وأنا يعني شايف إنه أحواله ماشي حالها. شوكت، أنا ما رح أظلمه لجودت، حاسب حسابي لا سمح الله إذا صار لي شيء، كون على ثقة، رح أكتب له حصته بالشركة كاملا. طيب يا بيك، طالما ناوي تعطيه حصته، طب ليش لا تستنى حتى تصير مشاكل لا سمح الله؟ ليش ما بتعطي حصته من هلا وبترتاح؟ ما بقدر. ممكن اعرف شو السبب؟ لا، المهم هلا لازم يرجع على الشركه. بترجيك شوكت، روح شوفه وتفاهم لي معه. ولو انه راح تكون المهمه صعبه كثير، بس ما فيني اقول لك لا. حاضر جميل بيك، راح احاول اقنعه بشتى الوسائل. عن اذنك. خير جميل بيك، فيك شيء؟ ما في شيء، تعبان شوي، يمكن لاني تاخرت لاخذ الحبه. هلا بس اخذ الحبه ارتاح شوي. ان شاء الله ما على قلبك الا الخير. على العافيه. ليش سهران إلى حالك؟ ناطرة جودت. وينو جودت؟ إجا ابن عمه لعنده وطلعوا سوا. مايا وين؟ مايا نامت من زمان، شو بعدها سهرانة لهلأ؟ ما بدك تتعشي؟ لا ناطرة جودت ليجي. على راحتك، تصبحي على خير. أنت ما بدك تتعشى؟ ما بحب أكل لحالي. بابا؟ ليش ما بتحلوا موضوع هالشركة وبتعطي جودة حصته ومنخلص من هالقصة كلها؟ إذا أخذ حصته ما راح يبقى معنا. إيه؟ ليش بقى؟ ما راح يقدر يتحملك. ليش؟ أنا شو بني؟ شو بكي؟ لك ما خلينا طريقة لنخلصك من هالسم الهيري وما قدرنا. إيه بس هيدا ما دخلوا بكل اللي عم. ما دخلوا. يا بنتي ما في رجل بالعالم بيقبل مرته على طول هيك عم تشرب بعدين.
هو بقي معنا هلا لانه ما بيملك شيء. يعني جودت هلا بقيان معي على طمع؟ هيك شيء. تصبحي على خير. اخي ما راح تحصل على شيء لحتى تترك بنته. شو الحكي الفاضي؟ صار لك ساعة لحتى تقول لي هالشيء؟ لا بس حبيت اشرح لك الامور كلها بشكل عام. هذا تخيلك ولا هو قال لك هالشيء؟ هذا كلامه الي بالحرف الواحد، وقال لي كمان راح يعطيك حقك بالكامل بالشركة. ليش ما يعطيني هلا وبلا ما يصير شيء؟ بصراحة انا سألته بس ما رضي يجاوب. انا بقول لك ليش؟ خايف إذا صار نص الشركة باسمي اتركه واترك بنته. وانت ناوي تعمل هيك شيء؟ أنا وفاتن منزوع عن الأمور بيناتنا. شو يعني؟ يعني عايشين مع بعض شكلي. معناها مو فارقة معك والأمور ماشية بيناتكم للطلاق. شوف بالبول، أنت حبيبي بس تطلق أنا بقول لك شو تساوي. شو؟ اقعد اشرب معي. انت لايمتى بدك تضلي على الحاله هي؟ لايمتى ما بدي، انت ما دخلك. انا ما بقبل مرتي تكون هيك. ايه بلا ما تقبل جودة بيك، بس ما تنسى انك تزوجتني وانا هيك. هلا صرت عم تعترض؟ عم بعترض لانه ما فيني اتحمل. كمان بلا ما تتحمل. لك انت فيكي تهزبي كلامك معي ولا ما فيكي؟ انا طول عمري بحكي هيك، مش رح تجي حضرتك تعلمني الحكي هلا. لك عيب وليه؟ عيب؟ ما رح تجي انت تعلمني العيب هلا، فهمين؟ اياك ترفعي صوتك بوشيها. روح من وجهي هلا، روح مش طايقتك. ايه انا جوزك. ها؟ جوزي؟ ايه مرحبا جوزي. اسمعي، من هلا ورايح هذا المشروب ممنوع بالبيت، فهماني؟ لا ماني فهماني، وانت ما دخلت فيي، فهما بقى. انا اللي دخلني، انا كنت موظف عند ابوكي وبطلت. انا هون زوجك، انت مرتي وبتسمعي كلمتي. هذا المشروب ممنوع. ولك انا ما حدا بمشي كلمت علي، ولك انت ما حدا خير. بكرهك جودة. نعم جميل بيك. ايه كان نايم عندي. لا ما اجا. حاضر على عيني. الو يعطيك العافيه. مرحبا، ممكن احكي مع جودة المحمود؟ اخي ضروري تسلم لي عينك. لا عندكم هو. ايه بعد اذنك لو سمحت. عم قول اذا بتريد. شكرا. ايه خلص، ما في مشكلة أخي. رح صالح هو بالكافتيريا. طيب عم استنى. شلون؟ خلص خبرني بعد ما تشوفه. بدك تحكي من عنده؟ طيب الله معك، مع السلامة. وحياتك فنجان قهوة بس. إيه مزبوط. حاضر يا بيه.
اساسا ما كنت حابب ان الامور توصل لهون. جميل بك، اذا حضرتك شايف اني انا قادر اعمل اي شيء فانا جاهز. بدي اياه يرجع على الشركه وبعدين على البيت. على البيت صعبه شويه بيك، لانه امبارح بالليل كان مقهور كتير، وطول الليل هو عم بيقول هذا اللي كنت خايف منه. منضلنا نلاقي طريقه يرجع على الشركه بكرامته وبعدين على البيت. انا اسف جميل بيك، بصراحه عندي احساس انه ما رح يرجع لحتى يحس انه في شيء صار له. طيب حاكتب نص الشركه باسم فاتن. هيك المشكله ما انحلت يا جميل بيك، لانه الست فاتن الله يسلمها هي المشكله عندها، لانه مو قابضه جوزها. يا شوكت يا شوكت، انا تعبان تعبان، بدي امن على بنتي وعلى حفيدتي. جنابك تفضلت وقلت حفيدتك. حفيدتك يعني بنت جودت، هاي الشغله الوحيده ما يا الله يسلمها يلي راح تستمر بيناتكم طول العمر. شو قصدك؟ قصدي تنكتب الحصة باسم مايا الله يسلمها، هيك جودة يمكن يوافق، لأنه بنته يعني هو. وبرأيك هيدا هو الحل؟ بتصور هيك. وعلى كل حال أنا راح شوفه وأقنعه يرجع على البيت. طيب ليش ما بيجي لهون؟ بعد إذنك يا بيك، المشكلة بالأساس عائلية، خلينا نحلها بالبيت أحسن. بتصور معك حق، معقول. عن إذنكم سيدنا. الله معك. اطلبي لي الأستاذ بسيوني خليه يجي لعندي هلا. لا لا لا، عايزه ضروري، ولو ناطره لساعة اللي بيخلص. خليه يجي. شو صار معك؟ اطلب لنا نسكافيه. لك قل لي شو صار معك؟ لك كل شيء تمام. هلا لا توجع لي راسي، احكي. يا سيدي هذا عمك جميل سكرة. على شو اتفقتوا؟ الي الحلوان ها؟ مشي. يا سيدي انحليت. راح يكتب لك نص الشركة. هيك؟ يعني مو هيك بالضبط، يعني قريب منه. كيف يعني؟ رح يكتب ولا ما رح يكتب؟ لك ايه رح يكتب، رح يكتب نص الشركة، بس مو لك لبنتك. هذا مو حل، ما استفدنا شيء. لك شلون مو حل؟ الرجال يا صابح يا ماسي، وبالنتيجة كله رح يكون لك. بلا حكي فاضي شوكات. لا يا سيدي مو حكي فاضي، هلا بالنتيجة بنتك هي اللي رح ترات، وانت رح تكون وصي على بنتك. صفي عليك شغلة واحدة بس، انك تكون وصي على فاتن. لك شباب لا تطلع فيني هيك، مرتك فاتن مدمنة وانت الوصي عليها شبك، لأن ما أنا مسؤول عن تصرفاتها. معلش بفسحها بالجنينة. بابا 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 وراها بابا. مرحبا. خذيها يا سعدي. يلا بابا يلا يلا حبيبتي. كنا عم نقول مرحبا. طيب فاتن، مو لازم نحكي على رواق. ما شايف حياتنا كثير عم تخرب من وراء المشروب. مشروب الزفت. وانت شو دخلك؟ لا يا فاتن، انا شو دخلني؟ طب مو ملاحظه انه في بيناتنا بنت ولازم اربيها كويس؟ خدها وحل عني. لا يا فاتن، هيك ما رح يمشي الحال بنوب. طلقني وخلاص. انا طلقك؟ لا ما حزرت يا فاتن، مو انا اللي بنعمل معه هيك. عم اقول لك مش طايقتك، ما بدي اياك، بقرف منك. فاتن لا طلعيني عن طوري. ها
شو يعني؟ يعني بتخرسي. شو هيدا يا بابا؟ شو اللي صاير؟ طردته من البيت مع البدية. كيف؟ طلعته من البيت. لا يا بابا، صار لك شيء؟ هيدا زوجك وبي بنتك. يكون مين ما يكون، أنا ما حدا بيضربني. كمان أنت اسمحي لي يا بابا، الحق عليك، أنت ما عم تعملي واجباتك. لا، هو مش منيح. وطي صوتك مشان بنتك. أنا قلت له ياخذ بنته ينقلع، ليش تركها هون؟ لك فهميني شو صاير لك؟ ولا شيء، هو حقير، بكرهه بكرهه بكرهه. أي نبيل؟ شلون؟ لك ممتاز. هلا الست فاتن رح يعرضوها على دكتور مشان يعالجها من المخدرات، ونحن رح نجيب ورا انها مدمنه. ايه اهم شغله وخلصنا منها. شلون؟ لك يا اخي من شو خايف على بنتك؟ اساسا اذا بينخاف على المحروسه مايا بينخاف من امها، امها كحوليه يا اخي مدمنه. واقفي عندك لوين رايحة؟ بدي اشوف محامي يطلعني منه، تركني بابا. يا بابا اهدي، بعد ما وصلنا لهون. بابا بعد ما انتهي ما توقف بوشي. شو اسمه بطلت تستحي قلة ادب هيروي شوي؟ انزل السيدة فاتن جميل احمد. ايه هون. انت فاتن جميل احمد؟ ايه انا فاتن، خير شو في؟ معي امر من النيابة بالقبض عليكي. انت متهمة بالاعتداء والضرب على جودة المحمود والشروع في قتله. شبك ليش مهمل الموضوع؟ لازم تتحرك، لازم نجيب وثيقه تثبت على انها مدمنه. هذا ضروري كثير. هلا مو ضروري؟ لا بالعكس، هلا ضروري، لانه مرتك متى ما صحيت من حالتها راح تزتك انت برات الشركه والبيت، افهمها بقى، لذلك لازم نجيب الورقه. يا رجل المره هلا بالمستشفى ومنهاره. لك هذا اللي بدنا اياه. على كل حال انت طمن بالك، انا راح اتصرف. بدك شيء؟ خاطرك طبعا تقدري، بس مع شوية مساعدة طبية. دكتور لو سمحت، المشروب دمر حياتي، أنا لازم أخلص منه. أول حاجة الإرادة، ولازم تبقى أنت عايزة كده وعايزاه قوي قوي. لا إمتى أنا رح أبقى هون؟ طبية تقدري تطلع الصبح، بس البوليس متحفظ عليك دلوقتي. هدول محاضرات الشهر الماضي. شكرا كتير. كيف شايفة حالك؟ عم تقدري تفهمي وتتابعي؟ ماشي الحال. فؤاد انت ليش مهتم فيه هيك؟ صار لي سنتين عم بستنى تسأليني هذا السؤال. في جوابين، انو جواب بتحبيه؟ الحقيقة في سببين لاهتمامي فيكي. الاول اني بعرف انك بريئة ومصدومة. والثاني عندي احساس انه انا قصرت وقت محاكمتك، كنت لازم اوكلك محامي من الاول. حنان ما بعرف كيف غاب عن ذهني هذا الشيء،
هاد تابع للسبب الأول ما هيك؟ الشهر الجاي بجيب لك المحاضرات كمان. فؤاد في شي ما بدك تقول لي إياه، ليش؟ لأنه إذا حكيته ما رح يأثر شي هلا، فخليه لبعدين. جبت لك دخان، قال هن رح يوصلوا لك إياه. شو نبي؟ ليش ما رحت على الشركة؟ ما بدي. وما بدك يعني أقدم الورق؟ شو اللي بدك يا؟ بدي أهدى شوي. بالبول مرتك طلعت من المستشفى وأكيد رح تتصرف. سيدي تتصرف. نبيل رح تطلع بلوشي بعد كل شي عملته. ها لك شوكة، ليش ما بدك تفهم علي؟ هاي مرتي وبنتي، وهذاك الله يرحمه أبوها. لك هلا الرجال مات قضاء وقدر، يعني تقريبا هيك شي. ومرتك وبنتك شو بده يصير عليهم؟ بالعكس، وقت اللي بيكون كل شي باسمك هيك احسن له. ليك شوكات، انا بدي انضف. تعرف شو معناتها؟ بدي احط راسي على المخده وانسى ونام مرتاح. انا ما عم اقول غير هيك، بس هذا حقك. دائما كنت شايف اني عم باخذ حقي واكثر، بس هالمره من مين بدي اخده؟ من بنتي ولا من مرتي؟ لك يا اخي بدك تحافظ عليه. خلص شوكات، انسى انسى، انا ما عاد بدي شيء. نبيل هذا اسمه كلام فاضي. تحمل حالك بتروح على شغلك، اساسا انا ما بسمح لها. شو تفرط بحقك هيك على الفاضي؟ كل شيء تعبته وكل شيء اشتغلت فيه يروح هيك بلوشي؟ لا حبيبي، بتروح على شغلك وهذا حقك، والورقه رح تتم معي. اذا مرتك لعبت بيدي لهيك ولا هيك، وقتها بنبرز ورقتنا. هلا معقوله بعد كل شيء صار ارجع ولا كانه في شيء؟ انت الحق عليك، انت اللي قصدت حقك عنا. شوكات، انت بتقدر تعيش مع وحده ما بدايك؟ لك اخي ما عم اقول لك تعيش معها، بس لا تترك حقك وتمشي. شبنا بالبول ومع الشركه خلصني، يلا تحرك. ايه يا ابونا بحبها. يا مسكين، ما بعرف كيف، بس هذا اللي صار. حبها ملك علي فؤادي وروحي وحياتي. طيب الا شو الفايده من الحكي؟ الا بتساعدها بوحدتها. خايف عذبها اكثر، بجوز تكون ما بتحبني. معقول بعد كل شيء عملته معها ما تحبك؟ انا ما عملت شيء لاني بحبها، انا كل شيء عملته لاني مؤمن ببراءتها، وقصرت معها وقلت لها هذا الشيء. هذا لحاله لازم يحببها فيك، وهذا اللي ما بدي اياه. يا ابونا الحب بيجي هيك بدون اي سبب، هذا اللي بدي اياه. صحيح. وهي اذا ما حست بهذا الشيء هيك، بركي كانت حاسه وما عم بتقلك الا مشان تشجعها. حتى ولو كان هيك كنت رح حس، صدقني كنت رح حس، وكنت قلت لها. اهلين، شو مين هاي يا ماما؟ ريما. يا اهلا وسهلا بريما. بدها تتغدى عنا. قالت لاهلها؟ ايه. طيب يا اهلا وسهلا بريما. يلا ريما. نبيل، الفاتن بده اياك بالبيت. بالبيت؟ ايه بالبيت. الحابة تتفاهم معك على رواق. على شو؟ قال لتعطيك من الجمل اذنه وتحلالك. وشو عرفك انت؟ انا عاد حكيت انا وياه وفهمت منه هالشيء. ليه عم تبتسم؟ لانه هي اخرتها يا شوكات. كل شيء عملناه لازم ينتهي هيك. ما انتهى شيء. انت روح وعود، ما تعمل لي مشاكل. انا واصل على البيت، جيب شوية اوراق ولحق على البيت. اوراق شو؟ لا تخاف، كل الامور تمام، بس احمل حالك وروح لعندها، شوف شو راح تحاكيك وشو راح تعطيك. لك قوم خلصني شبك صافي. راح نقوم. بول شو ما حكي، شو ما تصرفت، لا تصطدم معها، لا حتى اجي لعندك. ايه هاي اللعبة مو للعب. طيب ليش هيك؟ جابر، ريما، يلا ماما حبيبي جيبي شنطتك.
مين هالصبي؟ سرعتني فيه ريما. هذا ولد يتيم عم نربيه. عم قول لحالي ما عم بشوفه بالكنيسة يوم الأحد. ايه هو ما بيصلي معنا. يلا ماما يلا. عايزني. جابر حذر شو عنا على العشاء اليوم؟ شاورما. برافو. وهلأ عمو فؤاد رح يجيبها. الأمر لك. جودة أنا ما رح أظلمك معي. نحن اثنين ما خرجنا نعيش مع بعض. بالنسبة للشركة أنا حكيت مع المحامي ورح يعطيك حصتك. كل واحد منا بطريق. أنا بعد كل اللي صار ما بدي شيء. ما بدي من الدنيا غير بنتي مايا. تبقى بنتك وبتشوفها ساعة اللي بدك. إيه بس هيدا أكيد المحامي. مرحبا. أهلين شوكت. فاتن قلت لك أنا ما بدي غير بنتي وإياك تبعتيها عني. امشي شوكت أنا ما بدي شي بهالبيت. لا انت كل شيء لك بهالبيت يا نبيل. اه جودة كل شيء لك. مسيك. شو هالورقة؟ هاي ورقة بتثبت انك ما فيك تتصرفي بأي شيء من املاكك لانك مدمنة على الكحول. شو؟ حتى هاي ما بدي اياها. بس شو عملت يا مجنون؟ من مصلحتك انه بنتك تعيش معي لانه انت بتعرفي وضعك منيح. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس شو عبد المعطي محامي المرحوم جميل احمد. فاتن بنت المرحوم وانا زوجها. من مايا جوده المحمود فين؟ بنتي خير. لان المرحوم كتب لها كل املاكه. مايا ما كنتي عند ودا؟ أصل يا بابا قلت لك قبل المرة كل شيء للكذب. لا أنا ما كذبتش. هي فعلا عملت عيد ميلادها برا البيت يعني. ليش ما خبرتيني؟ أصل هي ومسكرة الموبايل حتى ما أعرف وين أنتي؟ لا أنا ما قفلتش موبايلي. هي بس عملت عيد ميلادها في مكان تحت الأرض وما فيش إرسال تحت يعني. مايا إياكي تفكري بيوم من الأيام إنه ممكن تكذبي علي وتخدعيني. بكذب ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. شربانة يا مايا؟ شربانة؟ أنا ما بشربش. ليكي أمك ملحوشة بالمستشفى من ورا المشروب. قلت لك ما بشربش وما بحبش طعم. اسمعي من هالبيت من هالورايح ما في طلعة وعلى الجامعة في مين ياخدك ويجيبك. آه زي أنت اللي بتبعته بيراقبني مش كده؟ لو أنت ماشي كويس ما حدا بيروح وراكي.
تبرئة المتهم من التهم المسندة إليه وإطلاق سراحه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى. رفعت جلسة. شكرا لك يا أستاذ. ولو على طول عمرك تعيش العدالة. الله يخلينا إياك. كثر من أمثالك يا أستاذ. الله يخلينا. استاذ جابر يا هلا. مرحبا. يا هلا. كيفك يا استاذ جابر؟ ماشي الحال الحمد لله. دخلك بدي اسالك شو صار استاذ عبد الغني؟ ان شاء الله منيح. استاذ عبد الغني ممتاز يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. هلا بلزم استاذ. جابر. ريما؟ ما بتخاف يشوفك حدا من اهلي؟ هدول رسائلك ما قدرت احرقهم مثل ما قلت لي. ريما كمان مره بقول لك انا مستعد ساوي اي شيء لحتى ما اخسرك. معليش جابر يبدو هذا قدرنا. معقولة مالك مبسوطة بالخبر؟ لك رح تطلعي رح تقدري تشوفي ابني. شو ما طلعت من البيت اليوم؟ لا. وعلى الجامعة؟ مش مهم. لا مهم؟ لا مش مهم. أنا مش هروح الجامعة. عشان أنا لسه صغيرة وما بفهمش غير بالضرب. يا بابا أنا لولا خوفي عليك كنت بحكي. جاوبين. أنا مين إلى غيرك؟ بس أنا ممكن أفهم بالكلام يعني. مايا ما بصير تكذبي علي. أنا ما كذبتش، هي فعلا اللي غيرت مكان عيد ميلادها، وبعدين كمان أنا ما بشربش. طيب انسي، بس هلا وقاليني إنك ما تخبي علي أي شيء. حاضر. حاضر، إيه حاضر، مقتنعة ولا لأ؟ مقتنعة، بس ما تحبسنيش في البيت. بابا، معقول أنا أحبسك؟ أنا كل حياتي بشوفها من خلالك. وأنت كمان أحلى حاجة في دنيتي. وعموما خلاص أنا مش زعلانة منك. بالمناسبة الحلوة دي بقى أنا عازمك النهاردة على العشاء بس على حسابك. لا هي حلوة على حسابي بس لوين؟ الله مش أنا صاحبة العزومة يبقى أنا اللي أختار المكان. طب اشرحي لي يا ما فهمتها على حسابي وأنت صاحبة العزيمة؟ هو إحنا مش أهل ولا إيه؟ يعني جبنا واحد عادي بقى عديها المرة دي. أنا أقوم أشوفهم بيعملوا غدايا. مرحبا.
تعشيت؟ اليوم شفت ريما. رجعنا؟ رجعت لي رسائل على هي ما قدرت تحرقهم. طيب منيح، شو المشكلة؟ هلأ شو بدنا ناكل؟ ما بتفرق. هلأ فهمني، ما خلصنا من هذا الموضوع؟ تعال اقعد. جابر، متفقنا مع بعض انه هذا حب مراهقة، يعني مو واقعي وطبيعي انه ينتهي. صحيح، بس شو يعني ما ازعل؟ اخي زعل قد ما بدك، بس افهم انه الشيء اللي صار عادي، ممكن يصير مع اي بنت. بعدين يا جابر، هذا حب ما هو واقعي، طبيعي ينتهي بسرعة. بس بيجرح وبيعلم. ايه بيعلم، بيعلمك وقت اللي تحب تعرف مين تحب. ايش هو، كبسة زر ولا هيك يعني؟ بيجي بقرار؟ لا بس بينتهي بقرار، ولازم تكون كتير قوي لحتى تتخذ هيك قرار. هلا مشي الحال وخلصت القصة. خلص. الواضح انه ما خلصت. ليكك زعلان وقاعد محروق قلبي عليها. يا سيدي إيمك مني، هي شو ذنب أهلها يجوزوها بهي السرعة؟ يصطفلوا وهي كمان تصطفل. ليك جابر، ريما ما بتحبك. لو كانت بتحبك كانت قدرت تتحدى الكل من شانك. عن جد ما بتحبك. المهم خيو، أنا اليوم ما كنت لازم أجي لعندك، لأنه أنا عندي حالة عجيبة من السعادة والفرح، وأنت خلص. أنا ماني زعلان ورح أفرح معك، بس شو القصة؟ ما بتقول لحدا؟ يعني لمين بدي أقول؟ صحيح ما عندك حدا تقله، والأم أنطوانيت بتعرف، هي الوحيدة اللي بتعرف. شو القصة؟ شلشتني يا سيدي. أنا بكرة رح أتزوج. شو هالحكيات؟ ومين هي سعيدة الحظ؟ اللي حكيت لك عنها، حنان، بكرة جاي من السفر. اها، وبتقلي الحب الاول بينتهي بسرعه؟ جابر، حنان مانا الحب الاول، حنان احلى واخر حب في حياتي. لك بعينتك مليان قصص حب، هات لشوف، احكي لنا شوي. الحب ما بينحكى، الحب بينحس. هلا انت ما لقيت غير تحب وحده اسمها على اسم امي؟ مشان تحس انه انا مثل ابوك، مثل ابوك عن جد. انت بتعرفها لامي؟ لا. مين اخذني على الدير؟ شو قالت لك الام انطوانيت؟ ماما انطوانيت قالت لي انه امي جابتني على الدير وبعدين راحت. ايه انا جيت شفتك بعد ما هي راحت. عم بيقولوا انه في الي اخت ضايعه اسمها ليلى. سمعت هيك شيء؟ في شيء ما عم بيدخل براسي. جابر نسيتني، أنا جوعان كتير، شبك؟ بس فهميني، أنت ليش عم تبكي هلا؟ هلا حسيت حالي ميتة. مو معقول، صار لنا 20 سنة ميتين وهلا رح نعيش. ابني بيعرف اني ميتة وبنتي مدري وينها. أنا عيشة هي اللي بدي عيشها. لكن شو احكي انا؟ اخر مرة اجا اخي زارني من 10 سنين، جايب لي مفتاح البيت مأجره كله، مو تارك لي غير اوضة واحدة. انا رح اطلع ما رح لاقي حدا عم يستناني. انت على القليلة في مين عم يستناك؟ يعني معي حق؟ لا لا ستي، ما معك حق، ما معك حق. على القليل رح اطلع، رح اعيش مثل ما بدي، رح اعيش ببيتي وحتى ولو بأوضة وحدي، رح امشي بالشوارع، رح اعيش مثل باقي الناس. ستي الحمد لله يلي انت مبسوطة. ايه مبسوطة، وانت لازم تنبسطي، لازم تنبسطي اكثر مني كمان. شو في حالي؟ صار معك شهادة جامعية، مو مثلي مثل ما فتت مثل ما طلعت. ايه ستي فرحانة 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 فرحانة.
ولا هطلع اكلك فوق، بيعملوا اكل حلو قوي بس بعد مره. بدك ترقصي انت؟ ليه هو عيب ولا ايه؟ يا ست منيح طلع براسي من جنى اكل هون، والا الاستاذ فؤاد كان طعماني خبصه من خبصاته. اهلا وسهلا فيكم باي وقت. خبصه بسيطه، هي ابنك عندك استلميه، ما عاد بديها. صحيح جابر، هلا بعمرك وانت هون مرق عليك يوم وما فطرت فيه؟ هلا ما صار الا وفسد لك؟ ابونا الياس الله يرحمه كان يضل لحقك من مطرح لمطرح لتاكل اللقمه. الله يرحمه، بس ما كان يفسد لك مثل بعض جماعات. كان يحكي لي كل شيء. ما رح تنفد، عرفان كيف؟ مالك نافي. طيب ماما، هذا العم العزيز فؤاد حكالك انه عاشق قديم وقد استيقظ حبه من غفوة السنين العشرين المنصرمة، وانه على وشك الوقوع في فخ الحياة الزوجية. يا سيدي حكيت لها وباركت لي، غيره؟ لا، اذا هيك ما رح يطلع لي معكم بنوب ابدا. ها شايفة هالمفتاح؟ إلي 10 سنين كل يوم بتطلع فيه وبتأمله، والمعقولة استخدمه؟ افتح باب بيتي وفوت وأقعد وارتاح. صحي، كيف بدي شوفك؟ أعطيتك عنواني؟ هي رقم موبايلي، اتصلي إمتى ما بدك. ماشي، شو إمتى ما بدك؟ لا اليوم المساء. بكرة الظهر بتيجي بتتغدي معنا؟ إيه؟ طيب تفضلي، لكن لنوصلك بطريقة. امشي معنا هي. الله أكبر، شو توصلوني ما توصلوني؟ لك أنا إلي 20 سنة عم بستنى هاللحظة لحتى أمشي، مو لحتى حدا يوصلني. روحوا روحوا أنتوا، الله معكم. شوفك بكرة. إيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هي وراء المعاملة جاهزين، وموعدنا مع القاضي الشرعي بعد ساعة. وتاني شيء عالدير. عالدير؟ شو عرفك؟ شو يا؟ شو صار المحاسب تبعها؟ شو بو؟ ما صرف لي غير نص الفاتوره. شو هالحكي؟ نص الفاتوره كلها؟ انا بورجيه. شو قصدك؟ لك يا رجل، كل فواتيرك زعبره مزعبره عليها، بتمشيها.